السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نراجع على هذا الحرف الجميل والبسيط والرائع، وهو حرف الباء، ونراجع أيضا على قصة بسمة الباسمة. هيا بنا يا أبنائي. الهدف أن يميز المتعلم حرف الباء مع الحركات القصيرة فتحة وضمة وكسرة وسكون. سنتعلم اليوم أشياء جميلة وسهلة ورائعة. سنستمع إلى فيديو عن الحروف، ثم نستذكر بعض الكلمات التي فيها حرف الباء، ثم نستمع إلى قصة، ثم نناقش هذه القصة، وأخيرا نلعب لعبة جميلة من خلال رابط يرسله المعلم إلينا. ب بطة، بو برتقالة، بي بنت الباء عليها سكون، تقرأ مع الحرف الذي قبلها في صوت واحد، فنقول حب حبل. لا يقرأ الحرف الذي عليه سكون وحده أبدا، يقرأ مع الذي قبله لأنه حرف ضعيف، وسوف نشرح السكون إن شاء الله في وقت لاحق بالتفصيل يا شباب إن شاء الله. بسمة الباسمة، بسمة فتاة دائمة الابتسامة، يحبها كل من حولها بسبب ابتسامتها الرائعة. وفي أحد الأيام كانت تلعب في الحديقة، فوجدت طفلا صغيرا يبكي مع أمه، فابتسمت له فضحك من رقتها، فشكرتها أمه وقالت لها: أدام الله ابتسامتك يا بسمة الباسمة. والآن بعد أن قرأت هذه الفقرة، استخرج مدا بالألف، كلمة بها شدة، كلمة بها مقطع ساكن، كلمة بها مد بالياء. ما رأيك في تصرف بسمة في القصة؟ هل الابتسامة جيدة أم سيئة؟ ولماذا؟ هل تحب الابتسامة؟ وتحب أن يبتسم لك الناس؟ هيا فكر في إجابة هذه الأسئلة، ثم قارن إجابتك بالإجابات الموجودة أمامك. هذه فكرة إضافية اختيارية لمن أراد. هيا درب نفسك على قراءة هذه الفكرة إن استطعت. فقط في البداية، الهدف من هذه الفكرة أن نعرف مستواكم، ثم يعطى كل طالب بعد ذلك يعطى إن شاء الله واجبا خاصا به على قدر المستوى. حاول أن تدرب نفسك على قراءة هذه الفكرة قدر الإمكان، ثم أرسلها لمعلمك
على السيسو. الآن هات اسم إمارة من الإمارات العربية المتحدة فيها حرف الباء. سهلة جدا، فكر 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 فكر، ما هي؟ نعم دبي أكيد. هل هناك إمارة من الإمارات الأخرى فيها حرف الباء؟ أرسل لمعلمك ذلك. اذكر اسم سورة من القرآن الكريم فيها حرف الباء. فكر 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 فكر. نعم أسمعك، سورة البقرة البلد. وماذا أيضا؟ فكر ثم أرسل لمعلمك. المعلم سيرسل لك هذا الرابط أثناء الحصة لتلعب هذه اللعبة الجميلة عن حرف. ولا تنسى بني العزيز أن تدخل على موقع عصافير ثم تقرأ القصة التي أسندها إليك معلمك.